لا يمكن تأتي تعير أحدا مثلا لم يرزقه الله الولد، لا يمكن وأن تكون مؤمنا، لأن الله قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم يخلطهم يعني ذكرانا وإناثا ويجعله من يشاء عقيم، الله هو الذي اختار هذا. تقول إيه هو البعيد أبتر، إن شانئك هو الأبتر، الله لم يعطيه الذكور أعطاه البنات عن محمد عليه السلام، قال تعالى إن شانئك هو الأبتر. أنت تعير ماذا؟ أنت تعير شخص أم تعترض على المقدر لا إله إلا هو؟ أفصح عن صريحك كما يقال، أفصح عن صريحك، قل لي أنا ملحد، أرفع شعار الإيمان وأتصرف كملحد، أسلك كملحد، أشمت بالآخرين كملحد، صحيح؟ هنا لا يمكن لمؤمن أن يشمت أيها الإخوة، لأنه في الحقيقة لا يشمت بالعبد، هو يعترض على ماذا؟ على المعبود مقسم الحظوظ والأرزاق لا إله إلا هو، نحن قسمنا بينهم معيشتهم، يقول أنا من فعلت هذا؟ لم يختاروا هم أن تنقسم لهم حظوظهم على هذا النحو الذي كان، أنا الذي فعلت.